المحافظة والمثيرة للخجل، وصف الكرملين تصريحات الرئيس الأمريكي التي قصد بها نظيره الروسي، فوصفه بالمجنون وألفاظ نابية. لكن تصريحات جو بايدن التي يستبعد المتحدث باسم الرئاسة الروسية أن تسيء لفلاديمير بوتين تمثل وصمة عار كبيرة بالنسبة للولايات المتحدة نفسها. من غير المرجح أن تسيء تصريحات الرئيس الأمريكي الفظة لفلاديمير بوتين بطريقة أو بأخرى، لكنها وصمة عار كبيرة على الولايات المتحدة. من العار أن يستخدم رئيس دولة بحجم الولايات المتحدة لغة كهذه. من الواضح أن بايدن يحاول توظيف صورة الكاوبوي النمطية خدمة لأجندة سياسية داخلية، هو يتمنى ذلك حقا، غير أنني لا أعتقد أن الأمر في استطاعته. من هنا فلا تفصل موسكو بين سياق تصريحات بايدن والانتخابات الرئاسية الأمريكية، كما تشي مواقفها بعدم الاعتماد على تصريحات بايدن كثيرا في مقابل محاولة استشعار الخيارات الممكنة مع واشنطن ما بعد السباق الانتخابي. هي تصريحات استفزازية فحسب، لا ينبغي البحث فيها عما هو أكبر من ذلك. قد تهدف لدفع روسيا نحو خطوات غير مدروسة في المجالين السياسي والاقتصادي، لكن واقع العلاقات الثنائية المختزل والمتأزم لا يترك مجالا لما هو أسوأ وأكثر تأزما. وليست هذه المرة الأولى التي يستخدم فيها الرئيس الأمريكي ألفاظا نابية تجاه نظيره الروسي، فقد بدأت العلاقات بين الزعيمين بوصف بايدن لبوتين بالقاتل في ربيع عام 2021. أثار الأمر زوبعة دبلوماسية في حينها، وهو ما علق عليه بوتين بتمنياته لبايدن بالصحة والعافية. واستمر الأمر بعد إطلاق روسيا عملياتها العسكرية في أوكرانيا، حيث تتالت أوصاف بايدن لبوتين بأنه ديكتاتور وجزار ومجرم حرب، وها هو ومن بين أوصاف أخرى يصفه بالمجنون، فيما يؤطر بحسب البعض وقع العلاقات الثنائية المتردي، ومن المحتمل جدا نهاية فترة حكم بايدن. أريج محمد، سكاي نيوز عربية، موسكو.